رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. آداب اللص النعال كتاب كنا الآداب الإسلامية وحنعاوى كلمة إن شاء الله تعالى آدابتها رسولك صلى الله عليه وسلم سيأهامبا وحوج على تيمم يعينو ملكته وكد ذال وحي شرف لونا. بخاري مسلم حاكسوا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوها سيدي سبا لا يحب التيمم وحوج على ملقيسه إنه ملكتا ومرتسا كددا مثالها وحيت في طهوره مركب ويس طهارة قاضية ديتا ويسو ديتا قبيس ملكتا يكب الله بجري إذا تطهر وفي ترجله هدوش الله يسانا ينا ملكتوك بالله بي هدي اتماها الله جرينا ملكتوك بالله بي إذا ترجل وفي انتعاله هدوك بها حرنا ينا إذا انتعال مركوك بحرنا ملكتوك بالله بي مرك أمورتي سملكتوك جعلا صلى الله عليه وسلم ومركو حرنا يكبها ملكتوك بالله بي. لكن حديث كروه بخاري ومسلم بسلم من حديث أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل وحيره إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين أدو قفك كواه حرنا يملك تهكو بالله وإذا نزع هدو سيبينا فليبدأ بالشمال بلح تهكو بالله كوي كردوين ذات كواه حرنا يسميه تهكو بالله مركات كواه اسكبحين بلح لكو هرماري بلح لوادنات بالله ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع مرك ملك تهن قط مر والبا قش جمد الوهر مرينايو مرك لوجه السيب ينا ملك تهضم بيسو واحد جرى مسلك له ورسولك صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وحيد قال وحيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم رسولك وارهبي أدي وقفت تاجن إنه كواحرته سلام مرك حكم كاس النقطة يا إنه تاجن إن كواح لحرته ونهي وقصار ورالي تذكرنا ودو جدان يو تاجن بكواح قاتان لبا الريموت بالوجا جواب يا ومرك هو النهي وتحريم معها وانكراهيه ولا في عين هاي حرام ما ومرك لبا هذا كواح لوجي دخل ودو وحكوف السلام وكبها مركو قفت التاجنين الرواين وكحر تبعت كسو جاريس فلا كبها الله الحيرة أيوة أما كوا أذك أما ولرت دتك ولي بدتك على العروس يدتك على ياش هذا أنت يو التاجن رواين يلوك تقرو قادة على غير من قفت بين عرض أو حلق مرك تهوى مدة لجها الله ياي هذا تبعت سو جارين لما وحاكم إذا أذهبت عدم المشي في نعل واحدة يعني قفت إنه صنحل كبكري وكسقني أذهبت كمتها وعكس من بخاري مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة قف إذن كإذن كتر سني هل كب هيون كس عنه لبضب هاشرته أما لبضب هاسكبه هكذا الأدب أدب تواصلة لبك بوضع موضحره أضوك كبلا من لسعون كرات واركي ان حديث بقص عروري لكن اما كواه ودا قادو اما اسكو ودا بخي لكن هلك با كسقن دان الا غار جري قد قال لو كل او كل يو دي تاس واهو كلو با الا غار واخ ديباتا ما يلانس وحا كمده اذهبت رسول صلى الله عليه وسلم حديث امام مسلم كسقن ان رسول الله نهى ان ياكل الرجل بالشمال وعن رسول كن جري ان بدخ لو خلو عن بدخ اذا قعدت بدح ذا عنتنا لو ما عمنو بينا لو ما عبو شاهنا لو ما عبو بدح ذا هذو سنقفكو قرنين يو سنود كلا أين ودين
وحاكل ودي ذا أن يمشي في نعل واحدة إنه هالك بقصعدا ودي ذا والله وأن يشتمل السماء وحاكل ودي ذا رسولك إن هالمرء لسكو دوضوبه مثلا بقوين وكلا إن لسكو دوضوبه ميلاد قعماك بحسن عيني جرين تانا لما أقول وحاكل ودي ذا أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه إنه قفك هالمرء وضعين يستو الاحتباء محلي هذا مركي وضياش وقريت من الفرسان بوع يقاتان ولا وضع جل كسو حيران سومالي دونيا سوماي مثل أنا ويل جروح يسي نوي جرتا هاي يقول درا هاي جروح يسي يدون يسي المهم وافر داخل يقفك وضياش مركي سوي مادان لك الورقة هي ورير كلا فرديو قيال كنوي بقو يسو لغها كسو حيران مرك واحد الذي ذي وام محمد هذا الذي دنيه ما يتعلم الذي دنيه وحال الذي دنيه هل جواب وقف قوته بحكلا ما قبل هل كي جواب هذا نقاب كوحيرا هي وليس على فرجي شيء ابن كيسي ترى إن كان واحد مرة كلام صار وحال ما وقف تحسن واحد الذي ذي وام وحكلا رسول كهذا صلى الله عليه وسلم حديث مسلم ما مسلم صار صاري حدو قف حين يعني نهي دي وسيوة لرسولك بدحدي يعني وعنين ينقفك هالمركلة احتباك السمين أكلوا الذين نهي جاء وقاب كائن وقفك هالمركلة وجلبه وصوحي له والذين وحكوا الذين مالين جمعاء وادخل بدل لقي سنة سقاب كائن أدوحي لدينا والذين لبضاء الرموض بموقرة وحاك ماذا أذابت أي وحيابها الذين عدم المشي بين المقابر بالحذاء يعني قبر قد حديثا إنه وقف بقولة ترسو إن قبر الوطو بصعودان الله ما أقوله إن كبيه لقولة رح صعودان الله ما أقوله رسولك صلى الله عليه وسلم مره من قوم قلي سيدا أو سمعين يقول رسول أدبو إيسو فيريه بيري كد ابن مركو كنهيه باو بيري قبورة المشركين تقارا وقيب توضيب كسو آذي مركي أولا يعني ماشو ولا وذا دكنا هذا كورونا وجاهل باهل قبورة توضيبا ماشو قطار فات على قبور المشركين مركو كسو عذبا وعور الله قد سبق هؤلاء بخير كثير ألا نمان كان محا خير نافي خير بضنبا نافي يو جاهلي بيقول انتن قال نمي يقول انتن سو خير لا ما نافي خير بضنبا يعني نمان كان يقع كتغيوي هذا نوحو سو مراي قبورة المسلمين تقيت المسلمين تويب وعور الله قد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا كوان خير بضنبا يسو قاعدين وأنت مسلمين تايد أوردان قبور تود كدي باو يصدح جرب مدي بكوعي فبينما هو يمشي سوى مركز صعون باو واركنين لح صعودة كوقبو أو قبور تنح ذي صعودة مركز يا صاحب السبتيتين ننكا كواها جلعان قبو كواها جلعان ننكا قبو ويحك القسم توربول كواها اسكبين كواها نقول لح صعودة بيحي بكوعي وأقون صدي وساو فيري كذب نوار كين الرسول كي يقفك الله الله كذب نوته وحكم إذا أذابت يستحب أن يمشي الرجل حافيا أحيانا مدين دهيني كبلا آن إن مرك قار للصعود وابوح في عم وصنة لهذا ما هو عند واندي نمعوها هل إن هل قبل قبل تعلم أقول لكن كبلا آن ملوك الصعود كرا مرمر ويفي عن تأين لغو الصعود رسولك صلى الله عليه وسلم وحكسوا يعني حديث بريلة وأوحل أن الرجل من أصحاب النبي بأقو يا آذين الورنجر فضالة بن عبيد وما قدن كمصر جوغة بو آذين سوى هشي سي اسكواتو عركي وكحيسانا وعكو لني وكوغو ما إيمان أنو إن أنكو باقش آذي وكوغو ما إيمان بلوح أنكو وإمد لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه العلم صحابتي يددك ورسلف كاها هل حديث انت مقلان وودن كلال وشيو بأسف ريجري عشان هذا دارتنا علمي إنه نقبط برسي غير 8-15 كمينينا مركا لاغرين يلا فردين لا تدكو كلا عرّيان عمر أما كتاب كلاه والاغري لهيك للدريري دركتين أما وكجر أي بارك أجي تلفون كات هذا ستة أي وكتب أردن أي كجر أفسو مالك علماء دي وقاعري أي كود البوحان إن بردني جهل ولي كجرنه بلوف في رصد هل صحابي أيه وحوسه من جري أما هل ضد كتابين تكمدها
bil soddonkeed ayaa ragtigiisa intuu burashada biyeysto urtiga waxbaa sahaya ku qaato yuu soddon beri geedii u maraya safara muxuu u socdaa waxaa lagu sheegay isagoo maalan ciraaq jooga ayaa waxaa lagu dhahayaa nin masar jooga ayaa xadiis noocaas laga sheegay oo xifdisan wuxuu rabaa markii inuu xadiidkii ka soo qaado ninkan safarkii dheeraa markuu galay buurnio kuguma imanin booqasha ee waxaan kugu imid xadiis baan maqlay inaad taqaano waxaan rajaynayaa inaan kaa helo wuxuu arkay markaa ninkii oo shacithan basaasan oo timihiisii aan shanlaysnayn oo si u basan baasan wuxuu yidhi maa li araaka shacithan yuu maxaa jira waxaan kuu jeedaa inaad tahay nin ay waxaa la yidhahda ma ka jajaban tahay meel ay in aan maaratay timihiisu shanlaysto waxaysan baan ku arka wa anta amiiru lbeled magaaladana adaaba madaxba ninkii dhannaaya madaxda hawo qaala wuxuu uhi ina rasuul allahi sala allahu alayh wasalam baa kaana yanhaana can kahiira min alirfaa atanacum rufaahiya aw arafaahiya waa maxay waa nolosha zaa-idka awey tumashada ahee tirada badan oo maaragtay qofku de calooshiisa uu la ciyaarkay taa rasuulkaa noo diiday sala allahu alayh wasalam wara-aahu xaafiyan haddana isla markii uu fiiriyeyba ninka haddana wuxuu arkay isagoo kabala wuxuu yihi maa li araaka xaafiyan maxaa dhacay haddana waxaan kuu jeedaa inaad kabalaadahay qaala wuxuu yihi haddana ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam baa amaranaa wuxuuna amray an naxtafiya axyaana marmar inaan kabala aan socono taana rasuulkaana amray labadii masaleba sidaasu uga faa'iidaysta marka waxyaabaha kabala aantu yacni waa waxa yacni inaad qofku ogaado dabaqada ka hooseysa dadka kaa hooseysa dadka kaa liita dad baaba kabala-aantaa ku socda baadiyaha dadka joogaayo wax yar baa kaba ka qaba ama halkaa kaba iska toltolanayaan oo maalinba mid ay qeybba meel ka soo qaadayaan marka inaad adiga naftaadu xusuusato oo kibirkibir iyo fulaan iyo ayna ku gelin ahankaagu iyo adduunyada aada ogaato waxay tahay waa wax fiican marka sidaasuu ku yidhi xadiidkaana saxaabigaas ugu jawaabay aadaabu taalib alcilmi baan insha allahu tacaala bilaabi doona aadaabta cilmiga lagu dalbo wajazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum sala allahu alayh wasalam